إذن في هذا الفيديو سنتحدث عن التوصيفات الخاصة بمادة الرياضيات. إذن هناك المجال الرئيسي الأول يتكون من الرياضيات أي المعارف والدروس وأسئلة مرتبطة بالدروس من خلال الحساب العددي، الحساب الجبري، الهندسة المستوية، الهندسة الفضائية، القياس، التناسبية، معالجة المعلومات، المسائل إلى غير ذلك. وهذا المجال يكون أو لا يشكل 50% من أسئلة هذا الامتحان، ويتم الاعتماد في بناء هذا الامتحان على الكتب الخاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي من خلال الأعداد الحقيقية، القوى، المتطابقات الهامة، حل المعادلات والمتراجحات والنظمات، الأعداد الستينية إلى غير ذلك. ثم كذلك كتب التعليم الابتدائي خاصة مقرر المستوى السادس والمستوى الخامس كذلك من خلال دروس الإزاحة، التماثل المحوري، التماثل المركزي، التكبير، التصغير، قياس الأطوال، قياس الزوايا، قياس الحجوم، قياس الكتل، السعات إلى غير ذلك. وكل هذه الدروس سنجدها في مقرر المستوى السادس. إذن هذا هو التوزيع السنوي لدروس المستوى السادس مادة الرياضيات. هناك الأعداد الصحيحة الطبيعيات، التوازي والتعامد، الأعداد الصحيحة الجمع والطرح والضرب، الزوايا إلى غير ذلك من الدروس. إذن هذه هي الدروس المقررة في الدورة الأولى. ثم كذلك الدروس المقررة بالدورة الثانية تبدأ بالأعداد الكسرية، الجمع والطرح، المستطيل والمعين والمربع إلى غير ذلك من الدروس المقررة في هذا المستوى. المجال الرئيسي، إذن الآن نتحدث عن المجال الرئيسي الثاني الذي هو ديداكتيك الرياضيات من خلال تخطيط وتدبير وتقويم درس من الدروس التي تدرس بالتعليم الابتدائي من خلال تحليل منهاج الرياضيات للتعليم الابتدائي، الأسس والمبادئ والموجهة لتدريس مادة الرياضيات في التعليم الابتدائي، الاطلاع كذلك على التوزيع الأسبوعي لدروس مادة الرياضيات، توظيف الوسائل الديداكتيكية، التخطيط القريب المدى والمتوسط المدى والبعيد المدى، تخطيط مقطع تعلمي. ثم المجال الفرعي الثاني هو تدبير متعلق بمراحل تقديم درس مادة الرياضيات و بناء المفهوم، منهجية تقديم وضعية مسألات، التعاقد الديداكتيكي إلى غير ذلك من المجالات. ثم يأتي بعد ذلك المجال الفرعي الثالث الذي هو التقويم من خلال توزيع فترات وحصص التقويم والدعم في تدريس مادة الرياضيات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.